بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم كلوب دو مونكور. صابر بوغرين او مايسترو الرجاء الرياضي. يقدم صابر بوغرين مستويات كبيرة مع الرجاء الرياضي، ويعتبر من افضل اللاعبين داخل البطولة المغربية، نظير ما يتوفر عليه من امكانيات وفنيات كبيرة. حافظ على مستواه الرائع منذ بداية البطولة حتى الآن، ويمكن اعتباره صفقة بوغرين للرجاء من الترجي التونسي ضربت معلم من إدارة الرجاء. لاعب فنان بكل ما تحمل الكلمة من معنى، يصعب تعويضه في صفوف الرجاء الرياضي. عندما يملك الكرة تحس بمتعة الاستمتاع لمشاهدته وهو يداعب الكرة. ما يتوفر عليه صابر بوغرين لم يأتي من فراغ، بل اللاعب راكم عدة تجارب، انطلاقا من الدوري البلجيكي ثم إلى الدوري الفرنسي ثم بعدها إلى الدوري الهولندي ثم انتقل